بسبب عدة ظروف، أهمها كانت انتكاسي في مادة الرياضيات بسبب التعب بسبب إصابتي بمرض السرطان سابقا ومحتاج للمتابعة حاليا. أسعى حاليا لتحسين معدلي في الثانوية العامة من خلال مادة الرياضيات للحصول على معدل يؤهلني للطب. كنت في السابق قد أصبت بالسرطان بين العام في العام 2013، خضعت خلالها لأكثر من عام في المشافي الإسرائيلية، قمت من خلالها بالعديد من العمليات الجراحية وجرعات مكثفة من العلاج الكيماوي والإشعاعي. عدت بحمد الله بعد رحلتي المرضية إلى مقاعد الدراسة حتى قبل التعافي. تعرضت للتنمر في بادئ الأمر، فقد كنت بلا شعر بلا رموش، كانت آثار التعب واضحة علي. الحمد لله لم يهزني ذلك، وصلت المسير إلى هدفي بعزم وطموح. تمكنت وبحمد الله من تحقيق أعلى الدرجات رغم صعوبة التوفيق ما بين الدراسة ورحلات العلاجية، فقد كنت أخذ كتبي معي في السفر على مشافي على سرير المستشفى. تمكنت وبحمد الله بعد ذلك من حفظ القرآن الكريم. التحقت بعد ذلك وبحمد الله في صفوف الثانوية العامة، تمكنت من إحراز المعدل الذي أخبرتكم عنه رغم صعوبة الظروف في البيت، فلدي أخ مصاب بالتوحد مما يسبب اللي هو نوبات من الإزعاج مصحوبة بالتكسير والصراخ والغضب، مما قد يؤثر على صفو جو الدراسة، ولكن بحمد الله تمكنت من إحراز المعدل. أتمنى من الجميع مساعدتي في الوصول إلى حلمي في دراسة الطب وتحقيق غايتي سواء في داخل الجامعات في غزة أو في خارج غزة. الطب منذ الأساس كانت رغبة منذ الطفولة، تم تقوية هذه الرغبة من خلال رحلتي في العلاج، فحبيت أكون اللي هو مساعد للناس اللي عاشت تجربتي، أكون عون للناس اللي حست بالألم اللي أنا حسيت فيه، إضافة إلى دور الطب في العالم في التخفيف عن البشر من معاناتهم ومآسيهم. صحيح أن مستواه طيلة الأعوام السابقة أفضل من ذلك ولم ينزل يوما عن معدل 99%، لكن قدر الله وما شاء فعل، فهو أيضا لم يمر بظروف عادية، وكانت الدراسة تسبب له الكثير من الألم والإجهاد، لكن الحمد لله رب العالمين ظل صامدا مثابرا، تغلب على كل العقبات والأزمات التي مرت بنا. ناهيك عن وجود أخ له توحد، ما بالك أن يجتمع السرطان والتوحد في بيت واحد ويخرج منها طالب بهذا المعدل. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يوفقه لما يحب ويرضاه وأن يحقق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، وأن يكون عونا وأملا ودافعا لكل مريض يشعر بالألم الذي شعر به يزن. نحن نأمل في تعليم يزن في كلية الطب كما يحب هو ويرغب، ولكن ظروفنا المعيشية لا تسمح بذلك، فنحن مستنزفين بسبب العلاجات له ولأخاه ومتطلبات الحياة الأخرى، وأملنا أن يوفقنا الله لاستكمال دراسته وتحقيق حلمه في الطب، ليكون يزن الدكتور الذي كان مصاب سابقا بالسرطان ويعالج جميع المرضى كما يتمنى بإذن الله تعالى.